ازيكم اغلى واجمل متابعين، يا رب تكونوا بخير وبافضل حال، وان شاء الله رجعت لكم فيديو جديد النهارده من عند البط الخليط بتاعنا. النهارده ان شاء الله البط ده تم معايا خلاص ايه 25 يوم، وهبدا ان انا اغير له العلف بتاعه. بغير له العلف بتاعه ازاي، وايه هي الحاجات اللي انا لازم احطها له علشان البط معدل التحويل بتاعه يبقى حلو معايا ويشيل معايا وزن، ولما نيجي نغير له العلف ما يحصلوش دور اسهال او نقص في البروتين او يحصل له اي حاجه لا قدر الله بسبب تغيير العلف من بروتين عالي لبروتين واطي اللي هو من 23% ل 21%. انا بغيره له ازاي وبعمل له ايه بالظبط، وايه الحاجات اللي انا برضو بحطها له في الميه علشان المرحله ديت، وعلشان البط يتم معايا ويكبر معايا بمعدل تحويل في الاوزان عالي جدا، وكمان يشيل معايا وزن عالي. طبعا هقول لكم كل حاجه دلوقتي، بس يلا بقى ما تنسوش اللايك على الفيديو عشان الفيديو ترفع ويوصل لاكبر عدد من الناس، وكمان ما تنسوش لو بتشوفون لاول مره اشتركوا في القناه عشان القناه تكبر بيكم، واضغطوا زر الجرس للكل عشان يوصل كل جديد من عندي. ويلا ندخل في الفيديو. مبدئيا البط ده خلاص كده كمل معايا ال 25 يوم. انا غيرت له العلف من علف 23% لعلف 21%. بس ازاي بقى انا عملت له ايه؟ انا جبت كبشة علف بايدي، جبت له علف 23% وكبشة علف 21%، الاتنين لازم يكونوا بمعدل متساوي، وخلطتهم على بعض وحطته له في العلافة بتاعته علشان يبدأ ان هو ياكل. كده هو بياكل علف 21% وعلف 23% الاتنين مع بعض، تمام. طب ليه انا عملت الخطوة دي؟ عملت الخطوة دي علشان البط ما يحصلوش نقص في البروتين عالي جدا، ويبدا ان هو يخسر معايا وزنه، ويبدا ان هو يقرمد معايا بسبب ان احنا غيرنا العلف من بروتين عالي لبروتين واطي. علشان كده انا خلطت له علف 21% على علف 22% 23%. طيب بعمل ايه تاني؟ ببدا بقى ان انا اسحب العلف دوت. يعني انا النهارده اهوت حطيت لهم الاثنين مع بعض متساويين، بكره هعمل نفس الخطوه الاثنين مع بعض متساويين، بعد بكرة بقى هبدأ ان انا احط ضعف العلف، هيبقى 21%، يعني التلات ارباع 21% والربع 23%. بعد كده هبدأ ان انا اسحب العلف واحدة واحدة، ما ينفعش ان انا اسحب من قدامهم علف مرة واحدة، لان ده هيأثر على البط جدا، خصوصا بقى البط، لان طبعا البط احنا الوقت في الشتاء اهو، فالبط ما شاء الله هيشيل معايا اوزان. طبعا بط الشتاء بيشيل اوزان عالية جدا عن بط الصيف، علشان كده اللهم صل على النبي انا لازم ان انا اعمل المرحله ديت، وان انا ما اخليش البط يخسر معايا بسبب نقص البروتين اللي هيحصل له. فطبعا لازم معدل التحويل بتاع البط يستمر معايا زي ما هو، وما ياثرش فيه ان انا غيرت له العلف، تمام. دي كده اول حاجه خالص انا عملتها له. عملت له ايه تاني؟ حطيت له، جبت الجيركن اللي عندي على السطح حطيت فيه لتر ميه، وحطيت عليه ربع كوبايه خل. ربع كوباية خل ليه بقى؟ علشان طبعا العلف لو في اي سموم او في اي حاجة، وبرده عشان خاطر تغيير العلف المفاجئ للبط وكده، لازم ان انا احط لهم خل او مضاد سموم بيطري. بس طبعا الخل بيبقى زي مضاد سموم بالظبط، فعلشان كده انا بحط لهم دايما خل، تمام، علشان البط برضو ما يتأثرش بتغيير العلف، ويبدأ ان هو يكبر معايا معدل التحويل بتاعه يبقى عالي، تمام. يبقى انا كده عملت ايه؟ انا كده خلطت العلف 23% على العلف 21%، وكمان اللهم صل على النبي حطت لهم على المية خل. طبعا انا بحط لهم دلوقتي في علب الفخار دي، طبعا الحتة بس اللي بتبقى حوالين المية هي اللي بتبقى ملول، اما باقي العش اهي، باقي العش ناشف جدا تحت رجليهم. لكن طبعا ديت لو انا عندي وعاية كبيرة كنت حطيت فيها السقايات ديت، لكن انا ما عنديش، فعشان كده الحتة ديت انا كل يوم بجردها لهم، حتى والله السكينة اهي انا بجردها لهم كل يوم، تمام. حتى هتلاقوا شكل البط نفسه نضيف، طبعا ده بسبب نظافة المكان، لازم النظافة باستمرار تحت رجلين البط، لان البط ما ينفعش ينام على ارضية رطبة او ارضية فيها مية. ليه بقى؟ لان الميه ديت هتخلي البط يجيله اسهال، دور اسهال، ومش اسهال عادي، هيبقى اسهال شديد جدا، وبعد كده هيقلب معايا بوكساح، وبعد كده طبعا البط للاسف
هيعجز معايا ومش هيكبر. فعلشان كده انا بقول دايما البط بالذات لازم الارضية تكون ناشفة تحت منه، الارض تكون رطبة دايما، ما تبقاش رطبة تحت منه، رطبة اللي هي تكون مبلولة او فيها مية. ليه بقى؟ علشان ده ما يأثرش على البط ويخليه البط ما يخش ما يتعبش مني، لان طبعا اقل تعب بيجي في البط للأسف بيأخر الدورة، وكمان بيخلي البط يعني يشيل وزن بس بطريقة ما هي سريعة زي ما انا بيحصل له الوقت البط الارضية نضيفة تحت منه، البط تغير له العلف بطريقة صح، اتحط له على المية مضاد سموم، فالبط هيكبر معايا وهيدي معايا اوزان بطريقة سليمة وبشكل صحي. كمان بقى عامل اساسي مهم جدا 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 لو حتى هنعمله في اليوم ساعة واحدة، ايه هو الحاجة ديت؟ الحاجة ديت اللي هي الشمس. طبعا العشة زي ما انتم شايفين الباب بتاعها سلك اهو، فالشمس بتفضل هنا طول فترة الظهر لحد العصر، بعد كده طبعا بتبدأ ان هي تختفي. فطبعا دي فترة كافية جدا ان البط ينام في الشمس، لان الشمس هتخلي البط يكبر معايا بسرعة ويومه يبقى بيومين، وكمان هتخلي العظم بتاع البط ينشف معايا والهيكل بتاعه يكبر معايا بسرعة وحجمه يزيد معايا بسرعة. فطبعا الشمس بتكون عامل اساسي ليه. كمان بقى حاجات انا بعملها للبط علشان برضو اقدر ان انا احافظ عليه من تقلبات الجو من تغيير الجو دوت، بعمل لهم ايه؟ طبعا الحتة هي قدامهم زي ما حضراتكم شايفين كده، اذان المغرب بالظبط ببدأ ان انا احبسهم في العين المفتوحة قدام حضراتكم دي اللي هي بتاعت الحمام. دي بتكون عشان البط الهواء بالليل وعلشان السقعة بالليل، فالحتة دي حلوة جدا، لان طبعا البط لسه ما اكساش ريش، لسه الريش بتاعه ما طلعش، بدأ بس اللي هو الريش بتاع الديل يطلع هو معايا، وكمان الريش اللي تحت الجناح بدأ ان هو يطلع. فطبعا لسه الجو ساقع على البط، فبحبسه في العشة العين الصغيرة بتاعت الحمام ديت علشان الجو بالليل يبقى دافى ليهم ويقدروا ان هم يدفوا بعض، وكمان يقدروا ان هم يحافظوا على بعض وما يجيلهمش لا دور برد ولا يجيلهم اي حاجة بسبب تغيير الجو وان الجو ساقع الفترة دي. تمام. بعمل لهم حاجات تانية انا، بس هو ده كده اللي انا عملته لهم النهاردة. طبعا ما ينفعش ان انا اخلط لهم، ما ينفعش ان انا اعمل لهم اي حاجة خالص الا لما البط يقفل معايا ريش. برضو هتابع معاكم الفيديو خطوة بخطوة. وكمان دوت اهوت البط اللي هو عمر العشر ايام، طبعا هنزل لكم عليه فيديو، انا مش عارف الفيديو ده هينزل لكم امتى، هو النهاردة اهوت احنا واحد في الشهر، فانا مش عارف لسه الفيديو ده هينزل امتى. النهاردة طبعا البط دوت خلاص كده كمل معايا 25 يوم، لان البط ده كان طالع يوم 6 اكتوبر، النهارده بالظبط عنده 25 يوم. تمام. ده كل اللي انا عملته للبط. طبعا النظافه قلت اتكلمت عن النظافه وعن العلف وعن الميه وعن ان انا ببيتهم ازاي وبتعامل معاهم ازاي، دي الحاجات اللي انا بعملها لهم حاليا في الفتره دي. طبعا لو جيت اغير لهم في حاجه او اعمل لهم حاجه جديده طبعا هصور معاكم علشان برضو تعرفوا كل جديد انا بعمله مع البط وكل جديد انا هغيره. هختم بقى معاكم الفيديو على كده، يا ريت الفيديو يكون عجبكم، تكونوا عملتوا عليه لايك واشتركتوا في القناه، واشوفكم في فيديو جديد على خير.